يسأل أخونا عن حكم خروج النساء ليلاً أو نهاراً. خروج النساء فيه تفصيل، إذا كان لحاجة مع الاحتشام والتستر فلا بأس به، فخروجها للمسجد للصلاة، للمسجد لسماع الموعظة مع الاحتشام والتستر وعدم التطيب، عدم التعرض للفتنة، فهذا لا بأس به من المباح، ولكن بقاؤها في بيتها أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. كذلك إذا كان خروجها لحاجة من أمور دنياها اكتساب رزقها أو ذهابها لحاجة من الحوائج التي لا يمكن إحضارها إلا بخروجها، إنها تخرج بقدر الحاجة وتكون مع التستر والاحتشام والالتزام وعدم مخالطة الرجال ومزاحمة الرجال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.